كله. اي والله لان مو اي هديه، هذه ما هي هديه بسيطه، ما بسيطه. احنا اول شيء هو يكفي كبدايه انه وقف لله عز وجل. الحاجه الثانيه اللي موجود فيه 7 اوقاف، وكل وقف يعني لما تجي الى وقف مثلا اليتيم، لما تسمع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، يشير الى السبابه والوسطى، يعني انت بعد الله عز وجل انضامن لما انت تتبرع وتكفل لك يتيم انك راح تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه. ترى ما هو بامر بسيط، صحيح، ولا يوفق لها اي واحد. في بعضهم يملك ولكن ما يوفق انه هو يتبرع او يقوم باعمال الخير. صحيح. ما يوفق لها، مو اي شخص يوفق لاعمال الخير، نوفق الله سبحانه. فيه ناس كثير يملكون ملايين، ولكن لما تيجي تسال هل سويت شيء، قدمت شيء للاخره، قدمت شيء ينفعك بعدين، ما تدري، انت ممكن بحاجه لها، مع انها مبلغ ما ابغى اقول كل الناس تقدر عليه، ولكن اغلب الناس راح يقدرون عليه. صحيح. فامر مبلغ زهيد، مبلغ زهيد، ولكن عند الله عز وجل عظيم جدا. صادق ابو مشعل ولا